بكل تأكيد يعني الطائرات المسيرة كما حضرتك ذكرت حتى في التقرير، يعني عندما تكون هناك طائرة مسيرة ويطلق عليها صواريخ تتكلف ملايين الدولارات، هذه طبعا كما ذكرت حضرتك أيضا مسألة استنزاف للميزانية العسكرية الأمريكية، ومن ضمنها أيضا الميزانية العسكرية العراقية. وهذا تحرك يعني ذكي من قبل إيران، أتحدث هنا عن استغلال الوضع الميداني والعسكري بشكل يؤرق طبعا الأمريكيين في العراق بسبب وجود مثل هذه الطائرات المسيرة. أي نعم تأثيرها ليس بالكبير، سيتم اصطيادها بشكل كبير، لكن هي في نهاية المطاف يعني تشكل إزعاج كالذباب، كل شوية تعمل كده تهش يعني ذباب، واخد بالك؟ طيب فبالتالي سيكون هناك يعني ستكون أمور مؤرقة طبعا للجانب الأمريكي وأيضا للقوات العراقية هناك. لكن أعتقد أن صبر الولايات المتحدة لن يكون كبيرا في هذا الأمر، وستريد أن تحسم الأمور بشكل كبير حتى من قبل البنتاغون وليس من الرئيس. يعني إذا ما كان بايدن يحاول أن يستخدم السياسات الناعمة بشكل كبير مع الجانب الإيراني، البنتاغون سيصل لمرحلة لن يطيق فيها أن يرى جنودا يتعرضون لهجمات وتهديدات أمنية يومية وطائرات درون وربما تفجيرات هنا أو هناك وهجوم على أماكن وقواعد عسكرية. أعتقد سيكون هناك أمور أكثر حسما من جانب البنتاغون ومن جانب الكونغرس الأمريكي بأعضائه.